بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله احنا بناخد الجزء الثالث في محاضرة الديابيتس بإذن الله. معاكم برضو ان شاء الله، يا رب اكون كنت خفيفة عليكم، يعني دكتورة نهى عباس، استاذ مساعد الفارماكولوجي في كلية الطب جامعة الزقازيق. دي الحاجات المفروض ان احنا هنغطيها الاي ال او. احنا النهاردة بقى هنتكلم على الانتي ديابيتك دراجز، الادوية. من المرة اللي فاتت اخر محاضرة اللي هي محاضرة رقم 2 في الدايابيتس، كنا دخلنا بقى على العلاجات الاورال او الحاجات اللي هتتاخد في تايب 2 دايابيتس. خلصنا الانسولين واتكلمنا ان احنا بنقسمهم الى انسولين سكريتاجوج، انسولين سنسيتايزرز اند اذرز. لان اذرز دي كان زمان فيها واحد بس، لكن دلوقتي من اكتر الادوية اللي بتتطور في السوق وبيطلع كل سنة فيها جديد ادوية السكر، لانه واحد من الموست كومن ديزيزز في العالم. طيب، وقلنا ان الانسولين سكريتاجوجز لهم تقسيمة مهمة جدا. عرفنا مبدئيا ان الانسولين سكريتاجوجز يبقى هما اللي هيساعدوا على افراز الانسولين من البنكرياس. التقسيمة دي في حاجات نون جلوكوز ديبندنت، يعني لا علاقة لهم بمستوى الجلوكوز في الدم، بمعنى الجلوكوز قليل او عالي هما شغالين وبيطلعوا انسولين، وعشان كده الموست كومن ادفيرس افكت اللي بتقابلني فيهم هي الهايبوجلايسيميا، لان ايا كان الليفل بتاع الجلوكوز هما بيطلعوا الانسولين. والمجموعة الاحدث والافضل اللي هي الدي بي بي 4 انهبيتورز او الجي ال بي 1 او جلوكاجون لايك بتايد 1 اجونست، وده هنقولهم برضو. ودي جلوكوز ديبندنت. يعني ايه جلوكوز ديبندنت؟ يعني على حسب مستوى الجلوكوز في الدم بتشتغل. لو الجلوكوز عالي يعني في هايبر جلايسيميا هتشتغل وتطلع الانسولين، لو الجلوكوز قليل هي مش هتشتغل، ودي ميزه كبيره جدا لانها مش هتعمل لي الهايبو جلايسيميا. طيب، بنبدا في اول مجموعه خالص اللي هي المجموعه الاولانيه من الانسولين سكريتاجوج اللي هي نون جلوكوز ديبندنت، اللي هي السلفونايل يوريا دراجز، واحده من الموست كومن اقدم واشهر ادويه السكر اللي ما زالت بتستخدم حتى الان، على الرغم من ان انت بتقولي ان هي جلوكوز اندبندنت وبتعمل هايبوجلايسيميا. ايوه، على الرغم من كده، لان هي رخيصه السعر جدا في مرض كرونيك زي الدايابيتس، فبالتالي بيبقى لها أفضلية عند ناس كتير بالذات في الدول النامية اللي زينا. طيب، سلفينايل يوريا، they are classified into first generation and second generation. first generation واضح من الاسم ان هي الحاجات القديمة وعدلوا فيها بعض الحاجات وطلع منها الحاجات الجديدة اللي هي second generation، اللي هي second generation. طيب، تتميز second generation عن first generation ان البوتنسي بتاعتها 100 مرة اكتر والادفيرس افكت اقل. ممكن تيجي دي ام سي كيو، السكند جينيريشن افضل من الفيرست جينيريشن بانها ليس ادفيرس افكت اند مور بوتنسي. فاكرين البوتنسي ما خدناها في الجنرال كده الماضي القريب في سنه اولى؟ البوتنسي ان قدره الدواء انه يشتغل في دوزز اقل يقوم يديني ادفيرس افكت اقل. طيب، طبعا الجدول ده مش مطلوب منك خالص تعرف فيه اكتر من الاسامي، تبقى عارف ان الفيرست جينيريشن دول زي التوربيوتاميد والاسيتوهيكساميد والكلوروبروباميد، والسكند جينيريشن اشهرهم اللي عليه نجمه ده او الاستريكس دي اللي هو الموست بوتنت وان، اللي هو الجلايميبرايد او الاماريل، مشهور جدا في السوق، اكيد تهيألي سمعتوا عنه، يعني الجلايميبرايد او الجليميبرايد، وده اللي هو الاماريل. خلاص، دول كده السكند جينيريشن. في بعض الكتب عشان ممكن تقراها او تصادفها مقسمهم الى فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن، واخد الجلايمي برايد لوحده وعامله ثيرد جينيريشن، لان ده احدث واحد فيهم واقل واحد فيهم في الادفيرس افكت، بس ما علينا، احنا لنا علاقه بكتابنا. طيب، الجلايمي برايد اللي هو الاماريل اهو اشهر من نار على علم، الجلايكلازايد برضو اللي هو الدايمايكرون من الحاجات الشهيره جدا فيهم برضو. الجلايمي برايد ده بقى فيه ميزه اسفه، عشان كده هم سموه ثيرد جينيريشن في بعض الكتب، انه رابيد اسوسيشن للريسبتور ورابيد ديسوسيشن للريسبتور، يعني بيمسك بسرعه ويسيب بسرعه، يقوم يديني لس هايبوجلايسيميا،
طيب يبقى قلنا اشهر واحد هو الجلايميبرايد رابيد اسوسيشن ريسبتور ورابيد ديسوسيشن، وبالتالي بيعمل الاكشن بتاعته بسرعه قبل ما الادفيرس افكت بتاعته تبقى ايفيدنت بصوره واضحه، وبالتالي هيزود الانسولين بس بصوره اقل من بقيه المجموعه اند ليس ريسك اوف هايبوجلايسيميا. ده الجلايميبرايد اللي هو الامارل. فارماكوكاينيتك بتاعت هذه المجموعه خلاص انتهى الانسولين وعيلته اللي بيتاخدوا بالسبكوتينيوس انجكشن وانترافينوس في الامرجنسي للريجولر، هنا بقى بتتاخد اورال والابزوربد من الجي اي تي، والابزوربشن بتاعها بيبقى بيتر لو اتاخد نص ساعه قبل الاكل. يبقى مش عشان البيك بقى بتاعت الانسولين والقصص بتاعت الانسولين، لا دي الابزوربشن بتاعها بيتر انه يتاخد 30 دقيقه قبل الاكل. البلازما بروتين باوندنج بتاعها من 90 ل 95%. الله مش عالي شويه؟ اه عالي، وبالتالي هيبقى ده حاجه في الدراج انتر اكشن بتاعها. فاكرين برضو نرجع في الماضي البعيد او الماضي القريب ان الدراج انتر اكشن احد اهم اسبابه هي الهاي بلازما بروتين باوندنج دراجز؟ ايوه، لانهم كومبيت على البلازما بروتين باوندنج سايت. لو اتنين اتاخدوا مع بعض واحد فيهم هيزيح التاني، وده دواء بيعمل هايبوجلايسيميا ولا يحترم وجود الجلوكوز في الدم، يبقى دي هتبقى سايت لادفيرس افكت كومن وشهير جدا. طيب ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي اند باس البلاسينتال بارير، ودي هتخدمني بعدين لما هاجي اقول في الكونترا انديكيشن بتاعتها على البيبي او على الست الحامل. ليه؟ لانها بتعدي البلاسينتا وممكن تعمل هايبوجلايسيميا في البيبي وفي نفس الوقت كمان تراتوجينيك. عشان كده لو نفتكر برضو بقى في الماضي الاقرب لما كنا بنقول الانديكيشن للانسولين البريجننسي، وانس الست بريجننت كل بقيه ال اورال هايبوجلايسيميك دراجز او الاورال انتي دايابيتيك دراجز بتعمل تراتوجينيسيتي. طيب ايه هي الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها ظريفه ولذيذه جدا. فاكرين الرسمه دي؟ الانسولين بيطلع ازاي من البيتا سيل في البنكرياس؟ فاكرين لما كنا بنقول ان الجلوكوز اول ما بتاكل عن طريق الجلوكوز اوبتيك ترانسبورتر 2 بيتاخد جوه الخليه ويتحرق ويطلع اي تي بي؟ في عندي نوع من البوتاسيوم شانل اسمها اي تي بي سنسد بوتاسيوم شانل، حساسه لوجود الاي تي بي تقوم تقفل قفله البوتاسيوم شانل، يعني منع خروج البوتاسيوم، يعني بوزيتيف كتير جوه، يعني دي بولاريزيشن، يقوم مدخل الكالسيوم ويعمل ريليز اوف انسولين. فاكرين وكنا بنقول ان الانسولين بيقوم رادد الجميل للجلوكوز اول ما يطلع، الجلوكوز بيطلعه بجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 والانسولين يرد له الجميل بجلوكوز ابتيك ترانسبورتر كام؟ ها اكسلنت، جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4 صح. طيب ايه علاقه السلفينايل يوريا بقى بالرسمه دي؟ السلفينايل يوريا دراج الريسبتور بتاعه هو الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل، هو بيجي من بره يقوم عامل لها كلوجر، يبقى السلفينايل يوريا بلوك الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، بيقفلها قفله البوتاسيوم شانل كانه عمل جوه الخليه ايه؟ دي بولاريزيشن، وهذا الدي بولاريزيشن يقوم فاتح كالسيوم شانل ويقوم عامل ريليز اوف انسولين بالاكسوسايتوزس. يبقى الميكانيزم اوف اكشن نظم الميكانيزم اوف اكشن اوف سلفينايل يوريا دراج هي نفس الميكانيزم اللي الجلوكوز بيطلع بيها الانسولين من الخلايا، يجي يمسك فيه الريسبتور على البوتاسيوم شانل ويعمل لها كلوجر ويدخل الكالسيوم ويعمل ريليز للانسولين بالاكسوسايتوزس. طيب تعالوا نرجع بقى للميكانيزم اوف اكشن. The main mechanism of action is increase الانسولين ريليز من البيتا سيل اوف بنكرياس، بيطلع مش اسمه سكريتا جوج، بيزود الانسولين ريليز من البيتا سيل اوف بنكرياس. ازاي؟ سلفينايل يوريا بايند تو اي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، الريسبتور بتاعها على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، ديكريز البوتاسيوم افلكس يمنع خروجه، كوز من برين ديبولاريزيشن، اكتيفيت فولتج جيتد او فولتج سنسيتيف كالسيوم شانل، انفلكس اوف كالسيوم اند ريليز اوف اكسايتوز. نفس طريقه الريليز العاديه بتاعه الانسولين من البنكرياس عن طريق الجلوكوز. طيب دي المين ميكانيزم،
طب في حاجات تانية؟ اه في حاجات تانية. يبقى لما لو جه سؤال الميكانيزم اوف اكشن اوف سلفينيليا يوريا دراج، هما الاربعه دول، لكن المين ميكانيزم اللي لازم ما تتنسيش هي دي. طيب الميكانيزم تاني ايه؟ بيقلل السيرم جلوكاجون كونسنتريشن. مش احنا قايلين ان الجلوكاجون ده انتي انسولين، الجلوكاجون ده عكس الانسولين، فبالتالي لما هيقلله ده كاونتر ريجولاتوري هرمونز، يبقى كاني برضو بزود الافكت بتاع الانسولين. طيب انهانس الانسولين اكشن في السيل كمان اند ستيمولييت السنسز اوف جلوكوز ترانسبورترز. فاكرين الجلوكوز ترانسبورترز مش احنا قلنا انه بيدخل باثنين وبعدين يرد له الاكشن يقوم مزود خروج اربعه على السيرفيس عشان ياخد جلوكوز اكتر. طيب يبقى لما انهانس الاكشن اوف انسولين على السيلز وزياده تصنيع الترانسبورتر، يبقى كانه بيدخل جلوكوز اكتر جوه الخلايا. and extra pancreatic effect increase the number and sensitivity of insulin receptor. ايهما اكتر؟ النمبر طبعا، هو بيزود النمبر اوف انسولين اوف انسولين ريسبتورز. كنا دايما نقولها يعني درجه العاده نقول سلفينال يوريا اس يو سلفينالين، يبقى بتزود النمبر اكتر. لكن الميجليتينايدز اللي هو الميتفورمين فيها اي كتير، يبقى بتزود السنسيتيفيتي اكتر. يبقى السلفينال يوريا اليو اهي بيزود النمبر اكتر. ما علينا، اكسترا بانكرياتيك افكت هيزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور على التارجت تيشوز، سو بوتنشيت البريفيرال اكشن اوف انسولين اللي هو لايبوجينيسيس في الاديبوس تيشو، سبريس الهبات الجلوكونيوجينيز اند جلايكوجينوليسيس اللي هي الاكشنز اللي احنا قلناها في الماضي القريب على الليفر والاديبوس تيشو والسكليتال ماسل اللي هم بنسميهم انسولين سنسيتيف تيشو. طيب يبقى ملخص سريع، الميكانيزم اوف اكشن بتاعت السلفينال يوريا اهم حاجه فيها هي البايندنج للريسبتور، وانه بيطلع الانسولين بنفس الميكانيزم بتاعه الريليز العادي عن طريق انه له ريسبتور على الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل وبيشغلها على طول. طيب بعد كده في واحده ريديوس اللي هو هيقلل الجلوكاجون كونسنتريشن، واثنين انكريز. انكريز الاكشن بتاع الانسولين على الانسولين سنسيتيف تيشو ويزود الجلوكوز ترانسبورتر سنسز، وبيزود النمبر والسنسيتيفيتي اوف انسولين على الريسبتورز. خلاص طيب، وادي رسمه الميكانيزم اوف اكشن. طب استخدم في ايه كل هذه المجموعه؟ تنفع تستخدم في تايب 1؟ نيفر. تايب 1 انسولين، طب حتى انت لو نسيت تعالى كده نفكر في الميكانيزم بتاعتها. دي بتطلع الانسولين من البنكرياس، هو انا اصلا عندي تايب 1 في انسولين للبنكرياس؟ يبقى الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها لا تصلح تماما في تايب 1، عشان كده بتستخدم في تايب 2. انهي نوع من انواع التايب 2؟ بيشنت هو نوت كنترولد باي دايت اند باي جوانايت. المفروض انك لما تعرف بعد كده ان انا العيان بتاع السكر بيجي لك اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى دلوقتي هنقول ان هو في تايب 2 واتفقنا انه مش تايب 1 ليه. هو not controlled by diet and by guanide. اتفقنا ان التريتمنت الاساسي لاي عيان سكر تايب 2 جاي ان انا ببدا معاه بالدايت والاكسرسايز والويت لوس. احيانا لو السكر مش عالي قوي والشخص ده فقد من 5-10% من وزنه، ممكن السكر يتحسن ويروح. لو هو سكره عالي وبوزيتيف فاميلي هيستوري ووزنه معقول، ممكن او بعد ما الدايت والاكسرسايز فيلد بخش بالباي جوانايت اللي احنا هنقولها بعد كده. طيب فشل هذا الريجمن، ممكن ادخل على طول بالسلفينيل يوريا، مع اني اسمعها وانساها وارتبط بس بالموجود عندك في البي دي اف. يقال الجديد في الجايد لاينز للتريتمنت اوف دايابيتس ان السلفينيل يوريا لم يعد هناك استخدام ليها الا في حاله السوشيال افكت، سوشيو ايكونوميك افكت، يعني عشان هو رخيص بس، فلو الحاله الماديه تستدعي استخدامه بيستخدم. لكن طبعا في مصر عندنا بيستخدم وبيجيب نتائج هايله جدا، فمالكش دعوه بالكلام ده خالص. احنا بس بننبه على كده ليه؟ عشان لو اتخرجت ولقيت الموضوع مختلف شويه عن اللي احنا بنقوله، احنا يبقى قلنا لك الحقيقه كامله. طيب يبقى خلينا مرتبطين بالثيرابيوتيك يوزس. هو التايب 2 دايابيتس ميليتس نوت كنترولد بالدايت والبايجوانايت، ده يحيلي ان انا لازم هبدا الاول بالدايت والاكسرسايز والبايجوانايت، لو فشل ممكن اخش على السلفينيل يوريا. ده استخدام لم يعد حاليا موجود، لكن برضو لازم تبقى عارفه، اللي هو treatment of cranial diabetes insipidus. خدته في الاندوكراين في البيتيوتري، الفازوبريسين او الانتي دايوريتك هرمون. الانتي دايوريتك هرمون ده اللي هو بيقلل الدايوريسس. لو حصل فيه مشكله في السكريشن بتاعه بيعمل لي حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس، وسميناها دايابيتس انسيبيدس ليه؟ عشان هي فيها يورينيشن كتير، بيدخل حمام كتير، فتتلخبط مع الدايابيتس ميليتس اللي هو ده مرض السكر. ده سببه بيقل السكريشن اوف فازوبريسين او بيقل السنسيتيفيتي له. الكلوروبروباميد اللي هو، بصوا لو نرجع نفتكر اهو،
كلوروبروماميد اللي هو من الفيرست جنريشن بتاعه السلفينايل يوريا دراج اللي هو ده كلوروبروماميد ده او كلوروبروباميد الاثنين صح، ممكن يستخدم في الكرينيال دايابيتس انسيبيدس لانه بيزود السكريشن والاكشن اوف فازوبريسين. ايه هي الادفيرس افكت لهذه المجموعه وانت مغمض؟ هايبوجلايسيميا بالذات مع اللونج اكتنج بريباريشن. ليه هايبوجلايسيميا؟ لانها لا تحترم وجود الجلوكوز في الدم. الجلوكوز عالي او واطي هتجري على الريسبتور تمسك فيه وتطلع الانسولين، فبالتالي العيان لو مش واكل كويس والجلوكوز عنده قليل هتعمل هايبوجلايسيميا. طيب الرجيك رياكشن وسكن ريش، لانها من اسمها كده اسمها ايه؟ سلفونايل يوريا، يبقى فيها مجموعه صلفه، واي ادويه فيها الصلفه نسبه السنسيتيفيتي والحساسيه معاها بتبقى اعلى شويه، يبقى الرجيك رياكشن او سكن ريش. الانفريكوانت بقى انك ممكن تلاقي فيه هيماتولوجيكال ديستربنس، العيان ده تيجي تعمل له السي بي سي تلاقي عنده ليكوبينيا ديكريز في الار بي سي كاونت، جي اي تي ابسيتس زي اي دواء في الدنيا، هيباتيك ديستربنس اند كوليستاتيك جونز. لكن الموست كومن كومبليكيشن اللي ما تنساهوش ابدا هي الهايبوجلايسيميا. وفي حاجه كمان كنت انا قلت لك قبل كده، ان اي حاجه بتزود الانسولين بالذات كمان لو كانت لا تحترم وجود الجلوكوز في الدم هتعمل لي ايه؟ ويت جين، لان الانسولين از لايبوجينيك، بيزود تصنيع الدهون وبيزود تصنيع العضلات فبيزود الوزن. يبقى اهم حاجه برضو في الادفيرس افكت بتاعتها هي الويت جين. تراتوجينيسيتي كل هذه المجموعه وانت مغمض تراتوجينيك، عشان كده كونترا انديكيتد في البريجنانسي. فيلير اوف ذا دراج، في برايمري فيلير. يعني ايه برايمري فيلير؟ يعني من 10 ل 15% من الاشخاص اللي تايب 2 وجاي لك لاول مره وبتكتب له سلفينايل يوريا ما بيستجبش. ليه؟ مش عارفين. والسكندري فيلير بقى دي سببها معروف، ان خلاص حصل اكسهوشن البيتا سيل في البنكرياس اتكسرت كلها. وانت هتوصل في مرحله دايما يقول لك ان عيان السكر لو قعد سنين طويلة وهو كمان مش محافظ يعني بيستهلك البنكرياس بتاعه، فبيوصل لمرحلة انه خلاص البيتا سيل اتدمرت، وصل كأنه تايب 1، بقى كأنه تايب 1 البيتا سيل متدمرة ما بتطلعليش انسولين، يبقى لازم على طول هيبقى شفت على الايه؟ على الانسولين، واي حاجة هتستخدمها هتبقى سكندري فيلير للدواء. ماشي؟ ماشي. ايه هي الدراج انتر اكشن؟ فاكرين كده احنا قلنا ايه؟ ركز. اول واحده displacement from بلازما بروتين سايتس باي سلسلات ان سلفونامايد لينج تو هايبوجلايسيميا. لو اتاخدوا مع السلسلات الاسبرين اسفه او سلفونامايد اللي هي الانتي بايوتكس ممكن يعملوا لي هايبوجلايسيميا، لان البلازما بروتين باوندنج بتاعهم عالي. فاكرين من كام؟ ها برافو، من 90 ل 95%. بالاضافه الى الانزيم اندكشن والانزيم انهيبيشن. طب ما هو معلش، ما هو في حاجات كتيره جدا بتاثر بالانزيم اندكشن والانزيم انهيبيشن. بمعنى لو انا بدي العيان فينيتوين واي دواء تاني، الفينيتوين ده انزيم انديوسر هيقلل الافكت بتاعه شويه، ولو انا مدي الكلوران فينيكول مثلا او سايميتيدين كانزيم انهيبيتور مع اي دواء تاني هيقلل الافكت بتاعه شويه. اشمعنى انت في حالات معينه اللي بتتكي على الانزيم انديوسر والانزيم انهيبيتور وفي حاجات تانيه ما بتجيبوش سيرتها؟ ايوه، لاني احيانا الانزيم اندكشن والانزيم انهيبيشن ما بيأثروش قوي، لان الدواء ده ما بيتكسرش بالليفر مثلا، يقوم ما يدينيش سيجنيفيكانت ادفيرس افكت باين. او على النقيض بقى، ان الدواء ده بيعمل هايبوجلايسيميا، فلو انا عملت انزيم انهيبيتور هيزود لي الهايبوجلايسيميا وهتبقى ايفيدنت قوي، يعني الدواء ريسكي، الهايبوجلايسيميا خطيره، الدواء ريسكي، فانا ببقى مضطر اخدك بالك منه بطريقه مهمه، يعني اقول لك خلي بالك تكير العيان ده لو حصل ادفيرس افكت انتر دراج انتراكشن معاه ممكن يبقى فيه مشكله. يبقى اول حاجه الديسبليسمنت بلازما بروتين، ثاني حاجه الانزيم اندكشن والانزيم انهيبيتور. امال ايه ده بقى؟ السيازايد اند دايسوكسايد بوتاسيوم تشانل اوبنر. فهمت بقى انت لوحدك اكيد دول بوتاسيوم تشانل اوبنر، يبقى ايه الانتراكشن اللي هيعملوه مع السلفينايل يوريا وتش از بوتاسيوم تشانل بلوكر؟ اكسلنت، يبقى هيقللوا الاكشن بتاعهم، لان دول غصب عن عينه بيجوا على البوتاسيوم تشانل ويفتحوها، وهو الاكشن بتاعه عن طريق ايه؟ قفله البوتاسيوم تشانل. يبقى السيازايد والديازوكسايد بيقللوا الاكشن بتاع السلفينايل يوريا عن طريق ان هما بوتاسيوم تشانل اوبنرز. طيب والبيتا بلوكر، البيتا بلوكر دي بقى بتعمل مشكله. الدواء ده لايبل لايه؟ للهايبوجلايسيميا، قلنا لا يحترم وجود الجلوكوز في الدم وبيطلع انسولين، يبقى هيعمل لي هايبوجلايسيميا ويت جين وانت مغمض. اول حاجه ادفيرس افكت. مشكله العيان اللي بياخد البيتا بلوكر انه بتقفل لي الساينز والسيمتومز بتاعت هايبوجلايسيميا، عشان كده ان جنرال ما بنحبهاش في عيان الديابيتك اصلا.
بمعنى اول حاجه كريفلكس من الجسم للهايبوجلايسيميا اللي بتحصل انه يزود السمباثيتك عشان يشغل البيتا ريسبتور، تقوم تصنع جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس وتبتدي تطلع لي جلوكوز، وكمان في نفس الوقت السمباثيتك سيستم او سيمتومز اللي هتحصل اللي هي السويتنج والتاكي كارديا الرفرفه في القلب، هتقول له عم في مشكله عندك بتحصل، اجري خد معلقه سكر، اجري خد معلقه جلوكوز او عسل. لكن لو واخد البيتا بلوكر قافل كل هذه الساينز، قافل طلوع الجلوكوز من الليفر، قافل القلب عشان يعمل لي رفرفه، فبالتالي اوجمنت الهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل مع السلفينايليوريا اهي باي ديكريز الهيباتيك جلايكوجينوليسيس ان اديشن بروبرانورول ماسك سمباثيتك مانيفيستيشن اوف هايبوجلايسيميا ليدنج تو سايلنت كوما، وبالتالي ممكن يؤدي الى الدث. فتذكر في هذه الدراج انتراكشن المهمه جدا مع السلفينايليوريا. طيب ايه هي الكونترا اندكيشن؟ انا مش عايزه نبص يعني غمض عينك كده وقولي ايه الكونترا اندكيشن. انا قلت لك تايب 1 دايابيتس، اه منطقي تايب 1 دايابيتس ده انسولين. طب خلي بالك ان انا كنت قلت في الماضي القريب ان الانسولين له اندكيشن، لو العيان دخل في ستريسفول كونديشن، لو دخلت في بريجنانسي، لو دخل في تروما، لو دخل في اوبريشن، يبقى كل دي اندكيشن للانسولين، وبالتالي هي كونترا اندكيشن لاي دواء تاني من الاورال هايبوجلايسيميك ايجنت. ونزود عليهم بقى النون سنسيتيفيتي للسلفونامايد، مش احنا قلنا في سلفا جروب لو انا عرفت انه بيعمل له حساسيه هديه له تاني؟ لا طبعا. بريجنانسي اند لاكتيشن لانه بيعدي البلاسينتا والتراتوجينيك وممكن يعدي الميلك ويعمل لي هايبوجلايسيميا في البيبي. تايب 1 دايابيتس لان ده وانت مغمض انسولين. تايب 2 ديورنج ستريس بيريود انفكشن سيرجري تروما لان هذه الفترات تستوجب استخدام الانسولين. سيفير هيباتيك اندرينال ديزيز لانه بيكسر بالليفر وبيتفرز عن طريق الكدني. ده أول واحد من المجموعة بتاعة السكريتاجوج. تاني واحد من مجموعة السكريتاجوج اللي هو الميجلوتينايدز أو بنسميها الميجلوتينيدز، الاثنين صح، ميجلوتينايدز أو الميجلوتينيدز. هذه المجموعة بتضم دوايين، الريباجلينايد والناتيجلينايد. الريباجلينايد أهم فيهم من اسمها اهي، اسمها ميجلوتينايدز، يبقى فيها الريباجلينايد والناتيجلينايد. هذه المجموعه لايك سلفينايليوريا اكت اون فانكشنينج بيتا سيل تو ريليز الانسولين باي ذا سيم ميكانيزم، هما سكريتاجوج وبيمسكوا في نفس السايت اللي بيمسك فيه السلفينايليوريا على البوتاسيوم تشانل بتاعه البيتا سيل وبيقفلوها، وبالتالي يعمل دي بولاريزيشن ويدخل الكالسيوم يعمل ريليز اوف انسولين. فاكرين الرسمه دي اهي اهي، بيشتغلوا في نفس البوتاسيوم تشانل اللي بيشتغل عليها السلفينايليوريا دراج، بيمسكوا في البوتاسيوم تشانل يعملوا لها كلوجر ويقوموا عاملين الديبولاريزيشن للخليه ويدخلوا الكالسيوم ويريليز اوف انسولين بالاكسوسايتوسيس. خلاص دي نفس الميكانيزم اوف اكشن اللي بيشتغلوا بيها، وبالتالي محتاجين فانكشن بيتا سيل في البنكرياس. او طبعا لازم يكون عندي بيتا سيل ولسه في انسولين، والا هيبقوا عديم القيمه. طيب بيختلفوا في ايه عن السلفينايليوريا دراج؟ فاكرين لما كنا بنقول السلفينايليوريا كلها لها مواصفات واهم واحد فيهم الجلايم برايد اللي هو الاماريل رابيد اسوسيشن ورابيد ديسوسيشن، ولكن الجواب بتاعته طويله مش قصيره، بس هو بيمسك اسرع من الباقيين وبيسيب اسرع من الباقيين. هنا بقى بيمسكوا باسرع من السرعه رابيدلي اكتنج في خلال 15 لنص ساعه بيشتغلوا، ورابيدلي اليمينيتد وبيكسروا بسرعه. الريباجلينايد عن طريق الكيدني، ريبا رينال اهو اهو دي اولها ار، يبقى الكيدني رينال يعني معلش هي حاجه بنحاول نقرب بيها الموضوع بس ان شاء الله الامور ثابته باذن الله. يبقى الريباجلينايد ده بيتفرز عن طريق الايه الرينال الكيدني. الناتيجلينايد اكيد التاني عن طريق البيلاري او عن طريق الليفر. هذه المجموعه تتميز بانها رابيد اكتنج بتشتغل في 15 ل 30 دقيقه وشورت ديوريشن من 4 ل 7 ساعات، ده الريباجلينايد، والناتيجلينايد 4 ساعات. هل انت المفروض تحفظ ده؟ لا مش المفروض تحفظ ده، المهم بس انك تعرف انها بتشتغل بسرعه جدا في خلال 15 ل 30 دقيقه والافكت بتاعها شورت. طب ما تيجي نفكر كده مع بعض، هي تنفع ان انا اديله منها قرص الصبح عشان يشتغل على طول اليوم عشان يغطي لي الغداء او العشاء؟ لا طبعا، ده هي بتشتغل في خلال نص ساعه وفي خلال 4 ساعات الافكت بتاعها بيكون ايه؟ منتهي.
يبقى اكيد بتستخدم على الوجبه، وبالتالي هي particularly effective in preventing postprandial hyperglycemia، يبقى منلي بعد الاكل. يعني انت لو هتديها تبقى عارف ان انا بديها منلي البوست برانديال هايبرجلايسيميا. لو العيان ده كان بيجي يقيس السكر بتاعه يلاقي بعد الاكل بيشط منه جامد. taken before every meal as a monotherapy او combined مع الميتفورمين، يعني ممكن اخدها لوحدها في الايرلي دايابيتس قبل كل وجبه كمونوثيرابي، اقول له خدها 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه لانها مين اللي بتشتغل على الايه، على البوست برانديال هايبرجلايسيميا، او اخدها مع الميتفورمين. لحظه بقى كده وركز معايا وقف. الميتفورمين ده جاي الاستحاله او الميتفورمين ده، طب ليه ما قلتش مع السلفينايليوريا؟ حد يقدر يجاوب لي على السؤال ده؟ اهو انت بتقول اهو مونوثيرابي يعني لوحدها او كومبايند مع الميتفورمين، ليه مش مع السلفينايليوريا؟ برافو عليك او عليكي اللي قالها، يعني لانهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. هل يعقل ان انا ادي 2 دواء بيشتغلوا بميكانيزم واحده؟ يبقى انا عملت ايه؟ ده انا ممكن احط 2 دواء، واحد بميكانيزم والتاني ميكانيزم تانية، لكن احطهم الاثنين بيشتغلوا على نفس الريسبتور يبقى انا بزود ادفيرس افكت، مزود انكريز افكت، يبقى مش كومبايند تماما خالص مع السلفينايليوريا، هم مونوثيرابي او كومبايند مع الميتفورمين. اهي ده بالعكس بقى، they should not used in combination with sulfonylurea due to overlapping their molecular mechanism of action، لانهم بيشتغلوا على نفس الريسبتور. طيب ايه هي الادفيرس افكت بتاعتهم؟ الريباجلينايد، نوزيا وهيدك وهايبوجلايسيميا، ولكنها less than sulfonylurea. ليه؟ حد يقول لي ليه هي اقل من sulfonylurea؟ اكسلنت، علشان هو رابيد اونست وشورت ديوريشن، بيروح بسرعه، وبالتالي اكيد الايفكت مش قوي زي السلفينايلوريا. السلفينايلوريا اقوى طبعا بكتير، فبالتالي هيعملوا لي هايبوجلايسيميا طبعا غصب عني. اي دواء بيعمل الريليز الانسولين من البنكرياس هيعمل هايبوجلايسيميا، ولكنهم بالقطع اقل كتير من السلفينايلوريا. السؤال الشهير جدا 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 جدا، الناتجلينايد ليه هو في مميزات بقى عن الريباجلينايد؟ الريباجلينايد اولا سيف في البيشنت وذ رينال امبيرمنت. فاكرين الريباجلينايد بيبقى بيستخدم بيتفرز عن طريق الرينال، يبقى ما خدهوش في الرينال. طب بس خلي بالك ان على المقابل الناتجلينايد ده بيتفرز بيلاري، عشان كده لو في ليفر ديزيز ما تاخدهوش. اوكي، بس الكومن اكتر ان انا اقابل عيان دايابيتك عنده نفروباسي، يعني عنده مشكله في الكلى، اكتر من ان انا اقابل عيان دايابيتك عنده مشكله في الليفر، عشان كده احنا خصناها بالذكر هنا. يبقى الناتجلينايد في مميزات عن الريباجلينايد، تيجي سؤال طبعا، ايه هي هذه المميزات؟ ان هو سيف ان بيشنت وذ رينال امبيرمنت، لانه الاليمينيشن بتاعه بيلاري، هاز ذا لوست انستنس اوف هايبوجلايسيميا اوف اول سكريتاجوج. ليه بقى؟ بيكوز ات اكت ان ريسبونس تو جلوكوز لود اند هاز ديمينيشد افكت اوف نورموجلايسيميا. روعه الجمله دي. فاكرين لما كنا بنقسم الانسولين سكريتاجوج، الادويه اللي بتساعد على افراز الانسولين، الى جلوكوز ديبندنت بتعتمد على الليفل بتاع جلوكوز السيركيليشن، وجلوكوز اندبندنت، وقلنا ان مجموعه الميجليتينايدز اللي هي ريباجلينايد والناتجلينايد الاثنين دول لا يحترم وجود الجلوكوز، بس الناتجلينايد محترم عنهم شويه. لوور انستنس اوف هايبوجلايسيميا، لانه بيحترم الى حد ما وجود الجلوكوز في الدم، وبالتالي ديمينش الافكت بتاعه لو نورمو جلايسيميا. لو الجلوكوز متظبط الافكت بتاعه بيقل خالص، ودي ميزه كبيره جدا. طب تعالى على الاحلى والاحلى دي بقى، it may cause less cardiovascular risk because it's more selective على البنكرياتك بيتا سيل بوتاسيوم شانل. يعني ايه؟ البوتاسيوم شانل دي مش موجوده في البنكرياس بس، دي موجوده في كل حته من الجسم. عشان كده ريبورتد في بعض الناس ان السلفينايليوريا لما بتقفل البوتاسيوم تشانل ممكن كمان تقفلها في الهارت، وتعمل لي الديبولاريزيشن، واحيانا تعمل لي بردن على الهارت وكارديو فاسكولار ريسك افكت في البريديسبوزد بيشنت. زيها الريباجلينايد اللي هو اخوه، لانه بيشتغل بنفس الميكانيزم، بيقفل البوتاسيوم تشانل في الهارت وفي البنكرياس، بس طبعا هم اكتر سلكتيفيتي على البنكرياس، بس برضو احيانا بيلطوا البوتاسيوم شانل بتاعه الهارت، بيقوموا خابطينها في السكه. اقلهم على الاطلاق هو الناتجلينايد، مور سلكتيف. شوف قد ايه سلكتيفيتي، 300 مره على البنكرياتك بوتاسيوم شانل
اكتر منها الكارديوفاسكولار بوتاسيوم ان شاء الله. يبقى دي مميزاته ومهمه جدا. طيب ايه هي دراج انتر اكشن بتاعتهم؟ الانزيم انهبيتور والانزيم انديوسر. دراج ذات انهبيت الهيباتيك انزيم زي الازول، الاريثروميسين، كلاريثروميسين، اوميبرازول، سايبتادين، اكيد حفظناهم. ممكن انهانس الاكشن بتاعهم، والهيباتيك انزيم انديوسر ممكن يقللوا الاكشن بتاعهم. طيب في السكريتا جوج، لو نفتكر احنا كنا بنقول انسولين اندبندنت وحطينا الاثنين الاولانيين اللي هو الميجليتينايد والسلفينايل يوريا، وفي انسولين ديبندنت وحطينا الاثنين التانيين اللي احنا هنتكلم عنهم حالا، اللي بيعملوا لي حاجه اسمها الانكريتين افكت. طب هو ايه الانكريتين افكت ده؟ تعال نقول بسرعه كده. وجدوا ان مع الريسيرشز لو احنا بناكل الانجيشن اوف فود هيقوم عامل ايه؟ الانجيشن اوف فود بالاكل هيدخل الانتستين، مش الاكل ده هيدخل الانتستين، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ هيطلع من الانتستين اتنين هرمونز مهمين جدا سميناهم الانكريتين هرمونز، اللي هما الجي ال بي 1 والجي اي بي، جلوكاجون لايك بيبتايد 1 للتسهيل جي ال بي 1، اند جلوكوز انسولينوتروبيك بولي بيبتايد جي اي بي. وجدوا ان هما مع الاكل بيطلعوا من الانتستين يقوموا رايحين على البنكرياس يشتغلوا على البيتا سيل والالفا سيل، يزودوا الاكشن بتاع البيتا سيل اللي بتخرج لي الانسولين، برافو، يبقى هيزودوا الانسولين سكريشن، وهيقللوا الاكشن بتاع الالفا سيل اللي بتطلع الجلوكاجون، يبقى هيقللوا الجلوكاجون سكريشن. اهو هيقوم هيعملوا ايه؟ انكريز الانسولين ان جلوكوز ديبندنت مانر. يعني ايه جلوكوز ديبندنت مانر؟ يعني في وجود الاكل، يعني في وجود الجلوكوز في الدم، عشان كده بنسميها جلوكوز ديبندنت. طب انت لو ما اكلتش مش هيطلع، مش هيشتغل، هما مش متعودين يطلعوا ولا يشتغلوا الا في وجود جلوكوز عالي، ودي ميزه بس قايلينها حال. طيب بص على اللي تحت الثانيه برضو اهي، جلوكوز ديبندنت ديكريز الجلوكاجون عن طريق الجي ال بي 1 مينلي، مالكش دعوه، المهم ان الاثنين بيقللوا الجلوكاجون ويزودوا الانسولين، وبالتالي هيزودوا كل الاكشن اللي معموله بالانسولين وهيقللوا كل الاكشن اللي معموله بالجلوكاجون. هتبقى النت ريزلت ديكريز البلاد جلوكوز في الفاستنج اند كروس برانديال ستيت، يعني وجودهم في الجسم هيقلل لي البلاد جلوكوز. طيب فكروا ان هما يعملوا ادويه زي الجي ال بي 1، دول هرمونات على فكره بيخرجوا في الدم ويشتغلوا ويروحوا البنكرياس، فبنسميها الانكريتين افكت، انكريتين او الجي ال بي 1 والجي اي بي هرمونز. طيب فهم فكروا وقالوا طيب ما احنا ممكن نعمل هرمونز اللي هو الجي ال بي 1 والجي اي بي ونحقنهم، يعني ناخدهم من الهيومن ونعمل منهم دواء ونديه، وبالتالي هيكون النت ريزلت انه هيزود الانسولين ويقلل الجلوكاجون ويعالج الدايابيتس. بس واجهوا مشكله بتحصل جوه الجسم، ان التي هاف بتاعه الجي ال بي 1 والجي اي بي قليله جدا، تكاد تقرب من دقائق، 5 7 8 دقائق، عشان بيتكسروا جوه الجسم بانزيم اسمه دي بي بي 4 انزيم، ده اختصار لداي ببتيدايل ببتايديز 4 انزيم، وطالما 4 يبقى في حاجات تانية كتير، يبقى في دي بي بي كذا واحد جوه الجسم. طيب يبقى لما فكروا يحقنوهم كهرمونز واجهوا هذه المشكله، ان الدي بي بي 4 انزيم بيكسرهم بسرعه في خلال دقائق لان اكتف برودكتس، وبالتالي يفكروا يعملوا حاجتين. الحاجة الأولانية إنهم يعملوا بلوك للإنزيم ده، إنهيبيشن للدي بي بي 4 إنزيم، وبالتالي بدل الجي ال بي 1 والجي اي بي مكانه هيقعدوا دقايق، لا ده هيقعدوا يشتغلوا فترة طويلة. وفعلا طلعت أول مجموعة من الأدوية اللي هي دي بي بي 4 إنزيم إنهيبيتورز. فكروا في حاجة تانية خالص اللي دي اللي بنسميها الجانوفيا، جانوفيا. فكروا في حاجة تانية برضو،
فاكرين الانسولين انالوج في الماضي القريب؟ فاكرين كنا بنقول يعني ايه اصلا انالوج؟ يعني اخد الجزيء بتاع المادة اغير فيه تغييرات بسيطة يفضل يمسك في الريسبتور ويفضل يديني الاكشن اللي انا محتاجها، وما يبقاش انتيجينيك ولكن يغير الكاينيتك بتاعته. فعملوا جزيئات انالوجز للجي ال بي 1 والجي اي بي، الديوريشن بتاعهم طويل عن طريق تعديلات بسيطة، فبنسميها جي ال بي 1 انالوجز. جي ال بي 1 انالوجز. يبقى تاني سريعا هي قصة عمل الانكريتين ده. الانكريتين هما ده وجدوه ان ربنا سبحانه وتعالى دي ميكانيزم خلقها في الجسم. وين انجشن اوف فود مع الاكل، اي حد فينا بياكل يقوم يطلع هرمونات من الانتستين مهمين جدا سميناهم الانكريتين هرمونز، هما الجي ال بي 1 والجي اي بي. وجدوا ان هما بيزودوا الاكشن اوف انسولين والسكريشن من الانسولين من البيتا سيل، وبيقللوا الجلوكاجون سكريشن من الالفا سيل، فتكون النتيجه الريزلت بتاعتهم ان الاكشن بتاعت الانسولين هتبقى ستيميوليتد والاكشن بتاع الجلوكاجون هتبقى انهبيتد، النت ريزلت هيقل البلاد جلوكوز في الدم. عملوا منهم ادويه لقوها بتتكسر بسرعه عن طريق الدي بي بي 4 انزيم الموجود جوه الجسم، ففكروا في حاجتين، يا اما اعمل جزيء شبيه اللي هو جي ال بي 1 انالوج وفعلا طلع الاكسيناتايد او الاكسنتيد وطلع الدي بي بي 4 انهبيتورز. دي اول مجموعه الداي ببتيدايل ببتايديز 4 انهبيتورز، السيتا جليبتين والفيلدا جليبتين. سيتا جليبتين والفيلدا جليبتين they are oral DBP4 inhibitors used in treatment of type 2 diabetes. They will absorb it oral and not affected by food secreted unchanged في اليورين، وبالتالي تكير في العيان اللي عنده renal dysfunction. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ حد فيكم يقدر يقول لي الميكانيزم اوف اكشن بقى من غير ما نشرح؟ ايوه، DBP4 inhibitor inhibited DBP4 enzyme which is responsible for degradation of GLP1 وGIP، وبالتالي هيزيد GLP1 وGIP في الدم وهيعملوا الاكشن بتاعهم اللي هو زيادة الانسولين بما يتبعه من اكشن. طيب تعال نشوف بقى اهو، زي inhibit الانزيم DBP4 which is responsible for inactivation of gastrointestinal hormones وهم طالعين من GIT، جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اللي هو GLP1 and glucose dependent insulinotropic peptide او polypeptide they called incretins. Inhibit the DBP4 enzyme أو الانهبيشن على DBP4 enzyme results in increase the level of the two peptides اللي هم دول الهرمونز دول البيبتايدز دول and prolong their activity. وبالتالي الاكشن بتاعهم بقى هم دول، inhibit الجلوكاجون ريليز هيزودوا الانسولين ريليز decrease الجاستريك امتي. يعني ايه decrease الجاستريك امتي واستفيد منها ازاي؟ فاكرين الاميلين في الماضي القريب برضو؟ الاميلين والاميلين انالوج كان بيقلل تفريغ الاكل من الاستومك، وبالتالي هيقلل البوست برانديال هايبر جلايسيميا اللي بتحصل مع الاكل. ده كمان لهم اكشن زياده ان هم بيعملوا ساتايتي في البرين، انديوس الساتايتي في البرين يعني يعملوا حاله شبع. ومن هنا بقى جه ما شاء الله لما ناخد الاوبيزيتي التفكير في ان انا استخدم الجي ال بي 1 في الاوبيزيتي. مش بيعملوا ساتايتي، مش بيعملوا شبع، مش بيعملوا ديلي الجاستريك امتي تقوم تحس انك خلاص فل الاستومك فل ومش قادر تاكل لمده طويله. عشان كده جه من هنا فكره استخدامهم في الاوبيزيتي. ما علينا ما انتهش. طيب استخدامهم بقى ممكن كمونو ثيرابي في التايب 2 دايابيتس as oral does not related to food especially in patient. دي بقى مهمه جدا 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 لان الانديكيشن الجديده في المنظمات الدايابيتس السكيما الجديده ان العيان لو عنده كارديو فاسكولار ايفنتس فكر في رقم واحد مجموعه الدي بي بي 4 ومجموعه الجي ال بي 1. ليه؟ من الابحاث الكتيره اللي عملوها وجدوا ان هم لهم بينيفيشال افكت جامده جدا على الهارت، بيحموا الهارت من حاجات كتيره جدا بتحصل كادفيرس افكت للدايابيتس. ما علينا، هو ممكن يستخدموا مونو ثيرابي سنجل دوز نوت ريليتد لفود، يعني بيتاخدوا على معده فاضيه او مع الاكل او اي حاجه ما لهمش علاقه بالاكل خالص especially in patient with cardiovascular events in combination with metformin or thiazolidandiones. الله، طب ليه مش مع السلفينايليوريا؟ طب ليه مش مع الميجليتينايدز او الريبجليتينايد والناتجليتينايد؟ عشان دول سكريتاجوج، ودول سكريتاجوج بيتر انك ما تعملش كومباينيشن بادويه بنفس الميكانيزم، وبالذات السكريتاجوج لانك هتعمل بيردن على البنكرياس وهتزود الانسولينس اوف هايبوجلايسيميا. طيب ايه الادفيرس افكت بتاعته؟
تعال نبص على الدي بي بي 4 انزيم. مش انا لسه بقول لك ان هو اسمه دي بي بي 4، يبقى انا عندي مجموعه ثانيه من الانزيمز دي. وجدوا ان الانزيمز دي، الانزيم ده وجوده مهم للاكشن بتاع التي ليمفوسايت، مش فايتال قوي يعني، مش عدم وجوده يؤدي الى بوظان الاميونيتي، لكن له بعض الاكشن انكلودد في التي ليمفوسايت اللي هو الانزيم ده، الدي بي بي 4 انهبيشن، الدي بي بي 4 انزيم ده. فوجدوا ان عشان له علاقه شويه بالانفلاميشن والانفكشن والاكشن بتاع التي سيل، فالانهيبيشن عليه ممكن يزود الالتهابات عموما. وفعلا دي الادفيرس بتاعته، الادفيرس افكتس بتاعته، نازو فارنجايتس، هيدك، ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، كلها حاجات فيها انفكشن اهي، سيفير اليرجيك رياكشن اند سكين ليجن. فيلدا جليبتين بالذات مي بروديوس بليستر سكين ليجن، بليسترنج يعني زي البقبيشه كده، اند بانكرياتايتس، ودي اخطر ادفيرس افكت، ان هم هيزودوا الايتس، هيزودوا الانفلاميشن. ليه؟ لو اتسالت لاي سبب من الاسباب او حد من العيله لا قدر الله او حد بيستخدمه، ليه بيزودوا نسبه احتماليه الانفكشن؟ عشان بينهبت الدي بي بي 4 انزيم، الدي بي بي 4 ده انكلودد شويه في الاكشن بتاع التي ليمفوسايت، فبالتالي الانهبيشن عليه ممكن يديني انفلاميشن. طيب احنا قلنا هم حاولوا يصنعوه بطريقتين، يا اما يعملوا جي ال بي 1 انالوجز عشان يطولوا الاكشن بتاعه شويه، يا اما يعملوا انهبيشن على الانزيم اللي بيكسره. وخلصنا من مجموعه الدي بي بي 4 انهبيتور. المجموعه الثانيه اللي هي جي ال بي 1 انالوجز او اجونست. بصوا شايفين الرسمه دي، ده اللي هو الجيلا مونستر، اول ما استخرجوه من السلايفا بتاعه الجيلا مونستر ده، من الفينم بتاع الجيلا مونستر ده، وكان اسمه الاكسيناتايد او الاكسنتيد. هو جي ال بي 1 انالوج وبيتاخد سبكوتينيوس. هومولوجي اوف ذا نيتيف جي ال بي 1، هو شبه الجي ال بي 1 بتاع الجسم، النيتيف جي ال بي 1 بتاعنا كلنا، ولكن في جلايسين سبستيتيوشن تقوم تعمل ريدكشن للديجريديشن بالدي بي بي 4 انزايم. مش هو كانت مشكلتنا ان احنا لما جينا نحقنه طلعناه من الهيومن كجي ال بي 1 وجي اي بي، وجينا نحقنهم اس ساتش، الدي بي بي 4 انزايم بيتعرف عليهم ويقوم تشيك مكسرهم في خلال مينتس، فعملنا طلعناهم من جيلا مونستر وعملنا فيهم شويه سبستيتيوشن جلايسين، حتى جلايسين ده امينو اسيد، تغييره بسيطه جدا نتج عنه ريزيستنس للديجراديشن بالدي بي بي 4 انزايم. الثاني اللي هو اللايرا جلوتيد، ده برضو جي ال بي 1 بس اسايليتد وفاتي اسيد، حط عليها فاتي اسيد تقوم طلع، فاكرين برضو الانسولين كان فيه تغييره كده انه يحط لونج تشين فاتي اسيد يقوم مطول الديوريشن بتاعه، عملوا نفس القصه برضو، حطوا فاتي اسيد على الجي ال بي 1 وبرضو ده انجكتد سبكوتينيوس. خلي بالك ان كل اللي سابق كان بيتاخد اورال، حبوب بما فيهم الدي بي بي 4، الدي بي بي 4 اهو اورال اللي هو الانهيبيشن على الانزيم، ولا اول واحد على الرغم من ان هو بيستخدم في تايب 2 دايابيتس لكن بيتاخد بالحقن، عارف ليه؟ لانه هرمون، الجي ال بي 1 والجي اي بي ده هرمونات، واغلب الهرمونات بتتاخد بالحقن، اغلبتها مش كلها. طيب يبقى كملخص للحته دي، عملوا جي ال بي 1 انالوجز او الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، دي بتمسك في الريسبتور وهي ريزيست ديجراديشن بي الدي بي بي 4 انزيم، عشان شويه سبستيتيوشن حصلت في الجزء بتاعها، ومنها الاكسيناتايد اللي جاي من الجيلا مونستر ومنها اللايرا جلوتيد. طيب ايه الادفيرس افكت بتاعتهم كولكتيف كده على بعضهم؟ برضو نفس القصه، زياده الريسك اوف انفلاميشن، واخطرهم على الاطلاق البنكرياتايتس. في بعض البيبرات بتقول ان هو لا مش بيزود ريسك اوف بنكرياتايتس، لكن لو العيان كان حصل له قبل كده هيستوري اوف بنكرياتايتس، التهاب في البنكرياس لاي سبب، او في العيله فاميلي هيستوري لبنكرياتايتس، لا يستخدم تماما. يبقى الادفيرس افكت اول جي ال بي 1 ريسبتور اجنس بي انكريز ريسك اوف بنكرياتايتس، وعرفنا ان جنرال عموما هما بيزودوا ريسك اوف انفلاميشن. ليه؟ ممكن مش ممكن، ده مليون في المية بيعملوا لي جي اي تي الدرمس. حد يقول لي ليه؟ برافو، ديلي الجاستريك امتي. خلي بالك ان احساس تفضيه الاستومك ببطء ده بيعمل فولنس وبيعمل نوزيا وبيعمل فوميتنج وبيعمل مشاكل كتيره جدا في الجي اي تي. طيب دي بقى دي ظريفه جدا 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 جدا، هي ثبتت، ما ثبتتش في الهيومن صحيح، بس ثبتت وبالدليل القاطع في الرودنتس، في الفئران والقوارض، انهم استيموليت البارافوليكولار سي سيل في الثايرويد انها تعمل تيومر. هم قالوا ان الهيومن الانسان البارافوليكولار سي سيل في الثايرويد عليها جي ال بي 1 ريسبتورز قليله جدا عن الرودنتس، ولكن لحد الان هو مش معروف، هل نقدر نقول 100% انه ما بيعملش
لا هو ايفيدنت في الانيمال، عشان كده كونترا انديكيتد تماما لو في فاميلي هيستوري او باست هيستوري، فاميلي هيستوري في العيله او باست هيستوري في نفسه في الشخص نفسه لاي مدلري ثيرويد كارسينوما، يعني كارسينوما في السيباره في الليكولار سيسل. ليه؟ ثبت بالدليل القاطع انه ممكن يستيميوليت نمو التيومرز في هذه الخلايا بالذات في الرودنت. الهيومن لم تثبت. ليه لم تثبت؟ لان الجي ال بي 1 ريسبتورز قليله جدا في البرا في الليكولار سيسل في الثيرويد، ولكن كونترا انديكيتد لو كان في فاميلي هيستوري او باست هيستوري للمدلري ثيرويد كارسينوم. يبقى كده مجموعه السكريتا جوك خلصت بشقيها سواء كان الانسولين ديبندنت او انسولين نون ديبندنت. خلي بالك ان الدي بي بي 4 والجي ال بي 1 انالوجز انا ما قلتش معاهم ان الادفيرس افكت الاولاني هايبوجلايسيميا. ليه؟ لانهم جلوكوز ديبندنت، بيحترموا وجود الجلوكوز في الدم، ما بيشتغلوش لو في نورمال جلوكوز ليفل او هايبوجلايسيميا، وبالتالي رير او نيفر انه يحصل معاهم هايبوجلايسيميك افكت الا لو اتاخدوا مع حاجه تانية بتعمل هايبوجلايسيميا. طيب المجموعه اللي بعد كده هي الانسولين سنسيتايزرز. الانسولين سنسيتايزرز اول واحد في العيله دي اللي هو البايجوانايد، اشهر من نار على علم زي السلفينايل يوريا والجلايمبرايد والاماريل كده. البايجوانايد اللي هو الميتفورمين اللي هو السيدوفاج، كان شاع استخدامه فتره كده في التخسيس وهنقول ليه. الميتفورمين از ذا اونلي بايجوانايد يوزد ان تريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس. ذس دراج از اكشوالي ايوجلايسيميك اند نوت هايبوجلايسيميك. ليه؟ لان الميكانيزم اوف اكشن بتاعته لا تحتوي على زياده افراز الانسولين، هو بيزود الحساسيه بتاعه الجسم للانسولين لكنه لا علاقة له بإفراز الإنسولين، عشان كده نوت هايبوجلايسيميك. ده اللي هو الميتفورمين أو الميتفورمين، والاسم في السوق سيدوفاج أو جلوكوفاج القصة دي. طيب إيه هي الميكانيزم أوف أكشن بتاعته؟ الأولانية برضو المين ميكانيزم أوف أكشن ورائعة. هو بيقلل الهبات الجلوكوز برودكشن والجلوكونيوجينيسيس، يعني بيقلل تصنيع الجلوكوز من الليفر عن طريق اكتيفيشن أوف إنزيم اسمه الـ AMPK إنزيم او اكتيفيتد بروتين كاينيز انزيم. هو بيزود الليفل اوف انزيم ده، وهذا الانزيم هو اللي بيقلل الجلوكوز برودكشن في الليفر. كمان بيقلل الانتستينال ابزوربشن اوف جلوكوز، ودي بقى هنا حته استخدامه في التخسيس انه هيقلل امتصاص السكر اصلا. والميتفورمين انكريز البريفرال جلوكوز ابتيك اند يوتيلايزيشن في السكليتال ماسل، يبقى كده كانه انهانس الاكشن، انه انهانس الاكشن، وبيزود السنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور للانسولين، بيزود حساسيه الانسولين ريسبتور للانسولين. فاكرين لما كنا بنقول السلفينايل يوريا اس يو يبقى بتزود النمبر مينلي، لكنها بتزود السنسيتيفيتي برضو، لكن هنا بيزود السنسيتيفيتي لان فيها اي كتيره، هي زي الميتفورمين اي كتيره، ميتفورمين او بايجوانايد فيها اي كتير اهي، عشان كده هو بيزود مينلي السنسيتيفيتي. يبقى في عندنا اهو 2 ديكريز واثنين انكريز، بيقلل هبات الجلوكوز برودكشن، بيقلل انستاينر جلوكوز ابزوربشن، وبيزود الابتيك اوف جلوكوز ويوتيلايزيشن، ويزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتور. يبقى اثنين ديكريز واثنين انكريز. طيب الكاينتيك بتاعته برضو ويل ابزوربت اورال من الجي اي تي، الاتياف بتاعته صغيره، باوندد البلازما بروتين، نوت باوندد البلازما بروتين، وبالتالي مش هيحصل فيه ميتابوليزم، وبالتالي مش هيحصل فيه ديسبليسمنت من على البلازما بروتين، ولكنه اكستنسفلي ميتابولايزد بالكدني، وبالتالي لو عندي مشكله في الكلى ايفيدنت قوي ما تستخدمش بقى الميتفورمين. يبقى ده انا بستفيد من الكاينتيك هذه الصوره. لاحظ عشان ما تتلخبطش، لحد دلوقتي كل الادويه اللي بتستخدم في تايب 2 هي اورال ما عدا الاثنين هرمون الاكسيناتيد واللايراجلوتيد اللي هم الاثنين بتوع جي ال بي 1 انالوجز. اوكي ايه هي بقى الثيرابيوتيك يوزز اند دوزج؟ ده بقى المعلم بتاع الادويه. مش احنا لسه كنا بنقول ان تايب 2 دايابيتس ممكن ابدا بالدايت والاكسرسايز، ولو فشل خش على طول في كل الانواع بالميتفورمين الاول. ما استجابش الميتفورمينج ممكن افكر في السلفينايل يوريا زي الانديكيشن بتاع السلفينايل يوريا. فبالتالي هو فيرست لاين ثيرابي في كل التايب 2 دايابيتس. بيكوز ميتفورمين از ان انسولين سبيرنج ايجنت، وبالتالي نوت انكريز البادي ويت اند نوت بروفوك هايبوجلايسيميا. يعني ايه الجمله دي؟ المفروض انتوا اللي تشرحوها لي بقى. انسولين سبيرنج ايجنت يعني ما بيزودليش الانسولين، صح؟ ما هو انسولين سنسيتايزر ونوت سكريتاجوج، مش سكريتاجوج ده هو سنسيتايزر، وبالتالي مش هيعمل لي انكريس في البودي ويت اللي هو ادفيرس افكت لزياده طلوع الانسولين، ومش هيعمل لي هايبوجلايسيميا ادفيرس افكت لزياده طلوع الانسولين. دي جميله جدا.
decrease the risk of macrovascular and microvascular complication. احنا عارفين ان الدايبيتس ده ديزيز بيضرب الاوعيه الدمويه وبيضرب النيرف. الجلوكوتوكسيستي، الجلوكوز العالي بيأثر على الاوعيه الدمويه وبيأثر على النيرفات، عشان كده يعمل لي باثولوجي في الجسم كله، نيفروباسي، ريتينوباسي، كارديومايوباسي. هو بقى بيقلل الماكروفاسكولار والمايكروفاسكولار كومبليكيشن، على العكس من بقيه الثيرابيز اللي هما جاست موديفاي مش بينهبت او مش بيقللوا الريسك. فبالتالي عشان كده هو فيرست لاين ثيرابي في التايب 2 دايابيتس. الدوز بتاعته هو في قرص منه 500 وفي 800 وفي 1000. الماكسيمال دوز بتاعته 500 ل 1000 في المره الواحده، وفي اليوم 2000 في اليوم، الماكسيمم 2000 في اليوم. يعني ممكن اخد 500 ثلاث مرات، ممكن اخد 1000 مرتين في اليوم، لكن الماكسيمم 2000، ما يعديش ال 2000. الميتفورمين از افكتيف ان تريتمنت اوف بوليسيستيك اوفري ديزيز. وجدوا لسبب غير معروف انه بيزود حساسيه الاوفري للاستروجين والبروجستيرون وللاكشن، كجزء من ان هو بيزود السنسيتيفيتي على الريسبتورز، فعشان كده ممكن يستخدم في البي سي او البوليسيستيك اوفري، اللي هو الاوفري اللي بيبقى مليان سيست. شايفين بيبقى فيه سيستس كتيره كده، بيبقى في الغالب العينه دي بيبقى عندها اصلا ميتابوليك سندروم وعندها اوبيزيتي وعندها حاجات كتير، فوجدوا ان الميتفورمين افكتيف جدا في البوليسيستيك اوفري. may reduce the risk of some cancer. دي مهمه جدا ودراسات جديده وابحاث جديده عن طريق الافكت بتاعه على الانزيم المهم جدا اللي هو الاي ام بي كي في الليفر. اهو مش احنا قايلين الاول ميكانيزم بتاعته ان هو بيقلل الهيباتيك بروز برودكشن عن طريق ستيميوليشن الاي ام بي كي، كجزء من الاستيميوليشن للاي ام بي كي ممكن يقلل الريسك اوف سام كانسرز، وده مهم قوي. طيب ايه هي الادفيرس افكت؟ اول واحد جاسترونستايتس، ليه؟ عشان هو بيقلل الجلوكوز ابزوربشن، فالجلوكوز يفضل في الانتستين ويعمل لي ادفيرس افكت، وعشان كده نسبتها عاليه. فكره ناس كتير جدا من اللي خدت السيتوفاش ده بتشتكي من حرقان جامد جدا في المعده. 20% من البيشنت انكلودنج نوزي انوركسي ابدومينال ديسكمفورت اند دايريا زي مي بي ترانزيانت. دي مهمه بقى، اتغلب عليها ازاي؟ اقول له خلي بالك ممكن ابدا بجرعات صغيره وازود الجرعات او الدوزز جراديوال، وممكن مع الوقت هتبقى ترانزيانت. لو العيان ما استحملوش بقى غير لحاجه ثانيه، يبقى زي this may be transient and can be reduced by initial prescribing small dose with meal مع الاكل عشان ما يقصرش على المعده. In contrast to sulfonylurea metformin that cause hypoglycemia if given alone. دي مهمه جدا. المتفورمين can cause lactic acidosis through the على الرغم ان الريسك از لو، ولكن contra indicated بيزود في الميتابوليزم بتاعته، بيزود نسبه تراكم اللاكتيك اسيد في الجسم. فبالتالي لو العيان اصلا بريديسبوز ان اللاكتيك اسيد يتراكم زي في الرينال ديزيز، عشان هو اللاكتيك اسيد توتالي اليمينيتد عن طريق الكدني، الميتفورمين كان كوز لاكتيك اسيدوزس، من الميتابوليزم بتاعه ممكن يطلع اللاكتيك اسيد، الريسك بتاعتها قليل جدا. ولكن لو العيان عنده مشكله تساعد على تراكم اللاكتيك اسيد بيتر انك ما تاخدوش. الرينال امبيرمنت لان الاليمينيشن بتاعه توتالي عن طريق الكدني، او الهيباتيك امبيرمنت لان النورمال ليفر سيل اكستراكت الاكسس لاكتيت اند انهبيت البوسيبل لاكتيك اسيدوزس اندوس باي ذا دراج. يعني ايه؟ يعني الليفر هو اللي بياخد اللاكتيك اسيد ويتخلص منه، فلو في ليفر ديزيز لاكتيك اسيدوزس هتتراكم. يبقى اول مشكله الجاسترونستاينال، ثاني مشكله اللاكتيك اسيد وبتزيد قوي لو عندي رينال ديزيز او هيباتيك ديزيز. كمان ريبورتد جدا ان لونج تيرم ثيرابي اوف ميتفورمين يعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي، لانه بيقلل الابزوربشن بتاعه، عشان كده بيتر انك تاخد معاه اقراص فيتامين بي 12 العين اللي بيستخدمه لفتره طويله، وطبعا لازم تبعده عن الجرعه بتاعه الميتفورمين والا هياثر على امتصاصه. مهمه جدا جدا جدا، وممكن تيجي سؤال ريتن، ايه هو بقى الفروقات ما بين الميتفورمين والسلفينايل يوريا؟ اشمعنى دول بالذات؟ لان دول اشهر وارخص ادويه سكر موجودين، السيدوفاج والجلوكوفاج والاماريل او الدايمايكرو. No weight gain، ليه؟ عشان ما بيزودش الانسولين. Aoglycemic not hypoglycemic لانه ما بيزودش secretion of insulin. Not bound to the plasma protein، ايوه ده الكاينتيك بتاعته، ده من 90 ل 95% binding، لكن ده مش بيمسك اصلا في البلازما بروتين. Elimination through the kidney. Not depend on functioning beta cell of pancreas. ليه بقى الحته دي مهمه؟ يعني احنا لسه بنقول، ما كنا بنقول الكونترا اندكيشن في السلفينايليوريا او الفيلير، في نسبه لما بتكسر البيتا سيل كلها
او يعني معظمها بيتكسر، فبيبقى في نسبه انسولين صغيره هتيجي تستخدم سلفينايليوريا مش هتديك الايفكت اللي انت عاوزه. لكن هنا بقى حتى لو نسبه الانسولين صغيره هو بيزود السنسيتيفيتي مش السكريشن من البنكرياس. المجموعه اللي بعد كده اللي بتزود السنسيتيفيتي برضو يعني مش سكريتا جوج، دول سنسيتايزرز، مجموعه جميله قوي اسمها السيازوليدانديونز، معلش الاسم السخيف شويه، هي السيازوليدانديونز او ليدانديديونز اللي هي اختصار التروجليتازونز. التروجليتازونز طيب المجموعه اللي بعد كده في الانسولين سنسيتايزرز اللي هي السيازوليدانديونز او التروجليتازونز او بنسميهم الجليتازونز. الوحيد الممبر الموجود فيها دلوقتي البايوجليتازون، الوحيد الدواء الموجود فيها دلوقتي البايوجليتازون، ذس اونلي جليتازون كارنتلي افيلابل نوت بروديوس هايبوجلايسيميا لو استخدم كمونوثيرابي. ليه ما بيعملش هايبوجلايسيميا؟ لانه سكريت، لانه مش انسولين سكريتا جوك، مش بيساعد على افراز الانسولين من البنكرياس، ولكنه سنسيتايزر بيزود حساسيه الريسبتور للانسولين، بيزود حساسيه السل للانسولين، لا علاقه له بالسكريشن بتاع الانسولين من الخلايا بتاعه البنكرياس، وبالتالي ما بيعملش هايبوجلايسيميا. طب يعني ايه بقى لما اقول لك وين يوزد از مونوثيرابي؟ ايوه، لان انت لو حطيته مع دواء تاني بيعمل هايبوجلايسيميا، او ممكن يعمل هايبوجلايسيميا بس مش بتاعته، بتاعه التاني. البايوجليتازون از ويل ابزوربت اورال اندر جو هيباتيك ميتابوليزم سيتوكروم بي 450. ها يبقى انا هقول في الانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن في الادفيرس افكت. The majority of the drug and its metabolite excreted in bile. يبقى لو في مشكلة في الليفر مش هتاخده. ماشي. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته جميلة جدا. دوايين بس في المنهج اللي مروا بيك بيشتغلوا بهذه الطريقة. بيمسكوا في نيوكليار ريسبتور، يعني موجودة جوه النيوكلاس، اسمها البيبار جاما. قلناها قبل كده في الهايبر البيوديميا، بس البيبار الفا. يبقى زي بايند تو سبيسيفيك نيوكليار ريسبتور اللي هو البيبار جاما، اللي هو اختصار لايه؟ بيركسيسون بروليفريتور اكتيفيتور ريسبتور جاما. فين؟ في الانسولين سنسيتيف تيشو اللي هي الايه؟ الفاتي سيلز او الاديبوس تيشو والسكريتال ماسل وفي الليفر. طيب الريسبتورز دي لها علاقه بايه؟ لها علاقه بالميتابوليزم. هما لما بيمسكوا فيها فبينهانس الميتابوليزم. هما الريسبتور دي انفولفد في الليبيد وفي الجلوكوز ميتابوليزم. طيب ايه علاقتهم بالانسولين؟ فاكرين لما كنا بنقول انسولين على الانسولين ريسبونسيف تيشو على الليفر والفات سيل والمسل، لما بيمسك في الريسبتور وبيعمل كاسكيد من جوه الخليه للاستيميليشن لبعض الانزيمز وانهيبيشن لبعض الانزيمز، استيميليشن لكل ما له علاقه بديكريز الجلوكوز في الدم وانهيبيشن لكل ما له علاقه بزياده الجلوكوز في الدم في الماضي القريب في المحاضره الاولانيه اهو، البيبار جاما بقى دول انكلودد في جين اكسبريشن لانزيمز كتيره جدا في الليبيد والجلوكوز ميتابوليزم. فبالتالي كان لما بيمسكوا فيهم بيعملوا ستيميليشن لكل ما له علاقه بالاكشن اوف انسولين من الانزيمز، وانهيبيشن لكل ما هو ضد الاكشن اوف انسولين من الانزيمز. عشان كده قلنا بيزودوا الانسولين سنسيتيفيتي، حساسيه الانسولين. مش الانسولين بيمسك على ريسبتور وبعد كده يبتدي يشغل الانزيمز اللي جوه الخليه؟ هما بقى بيمسكوا في النيوكليار ريسبتور ويظبطوا الانزيمز بتاعه الانسولين، بس عن طريق النيوكليار ريسبتور الثاني اللي بيبار جاما. يبقى كانهم زودوا حساسيه الانسولين في الجسم. خلاص تاني، هما بيمسكوا في سبيسيفيك نيوكليار ريسبتور اللي هو البيبار جاما. فين؟ في الانسولين سنسيتيف تيشو، في الاديبوس تيشو سكيتال ماسل والليفر. يقوموا اكتيفيت جين اكسبريشن انفولفد في الليبيد والجلوكوز متلازمين. يعني ايه جين اكسبريشن؟ يعني يطلعوا لي كل المولكيولز اللي انفولفد في الليبيد والجلوكوز متلازم، او معظم المولكيولز اللي انفولفد انزيمز يعني في الليبيد والجلوكوز متلازم. فور سينسز اوف سيلولار مولكيولز امبورتنت في الانسولين سيجنالز في تصنيع الفات والكربوهيدرات ميتابوليزم. يعني كاني ضمنا بزود الاكشن اوف انسولين اللي جوه الخليه اللي هي الانزيم الاستيميوليتد والانزيم انهبيتد بالانسولين دول. يبقى كاني بزود السنسيتيفيتي للانسولين. قلنا المثال الوحيد الموجود دلوقتي هو البايوجليتازون، بيتميز بميزه ثانيه كمان بالاضافه للاكشن بتاعه بقى كانسولين سنسيتايزر، ان هو لوور الترايجلسرايد وبيزود الاتش دي ال. مش عارفين الاتش دي ال ده الكوليسترول النافع، وانه بيقل في الدايبيتس، فدي ميزه حلوه قوي 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 قوي، انه هيقلل الترايجلسرايد وهيزود الاتش دي ال. طيب ايه استخداماته ازا مونوثيرابي؟ صح،
or in combination with sulfonylurea او ميتفورمين، صح؟ طب ليه هنا كومبايند مع السلفونيلوريا ميكانيزم مختلف؟ ده سنسيتايزر وده سكريتاجوج، اقدر اديهم مع بعض. طب ليه مع الميتفورمين رغم ان ده سنسيتايزر وده سنسيتايزر؟ لا، ده بيشتغل بميكانيزم وده بيشتغل على جوه الخليه ميكانيزم تانية خالص، فاقدر اديهم مع بعض. انا بخاف بس من الاثنين سكريتاجوج عشان الهايبوجلايسيميا. طيب اوكي، ذا ريليف اوف انسولين سيستم في البوليسيستيك اوفر سندروم كان كوز اوفيوليشن اوف بيري مينيبوزال وومن، وجدوا برضو لسبب غير معروف انه بيحسن البوليسيستيك اوفري في الفيميل، زيه زي مين؟ زي الميتفورمين. يبقى ما تنساش اهو انا في ثلاثة اكشنز غريبه قلتهم هنا، الدايبيتس انسيبيتاس مع السلفينايليوريا الكلوروبروباميد، والبوليسيستيك اوفري مع الميتفورمين والبايوجليتازون. احيانا بيحسن البوليسيستيك اوفري والعيانه دي ممكن تحمل بعد ما كانتش بتحمل. الادفيرس افكت بتاعه احنا لسه كنا بنقول ما عندناش في السوق الا البايو جليتازون. ليه؟ لان كان عندي نوعين تانيين واتشالوا من السوق. كان عندي ترو جليتازون واتشال عشان الهباتو توكسيستي، وكان عندي الروزي جليتازون واتشال عشان هارت توكسيستي، وما فاضلش الا البايو جليتازون. ممكن يزود الهباتيك انزيمز، عشان كده ريكومند العيان اللي هياخد البايو جليتازون ده انك تعمل له ليفر انزيم، تقيس الليفر انزيم كل فتره في بدايه وفي اثناء التريت، خلاص. طيب من الادفيرس افكتس كمان اللي ممكن يعملها انه بيزود البودي ويت. الله، طب انت مش قلتي لي ده مش سكريت الانسولين، واي حاجه سكريت الانسولين هي اللي بتعمل زياده في البودي ويت؟ ايوه، بس هو هنا بيعمل اديمه للاسف، وبيزود السبكوتينيوس فات عن طريق تحسين الليبيد ميتابوليزم اللي احنا قلناها، مش هو بيحسن الليبيد ميتابوليزم عن طريق الليبيد انزيمز الموجوده جوه الخلايا؟ فللاسف لهذه الميكانيزم ممكن احيانا يقوم يزود الويت كنتيجه لزياده السبكوتينيوس فات او فلويد ريتينشن بيعملها. هتبان اكتر بقى البودي ويت جين دي لو حطيته مع السلفينايليوريا. وللاسف الفلويد ريتينشن دي ممكن يعمل لي إديمة ودايليوشنال انيميا. مش المفروض ان الانيميا انا بعد الار بي سي تحت الميكروسكوب واشوفها في الاريا بالسنتي، ده في الكلينيكال باثولوجي. فبالتالي ممكن يجي يعدها يلاقيها قليله، بس مش عشان الار بي سي قليله، ده عشان الإديمة موجوده كتير. اذر دراجز بقى، دي دراجز ما اتحطتش تحت كاتيجوري معين، فيها واحد جديد جدا 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 يعني يكاد يكون في اخر سنتين ثلاثه بس في السوق، اللي هو الاس جي ال تي 2 انهبيتور او صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور. ايه قصته؟ المفروض ان الجلوكوز لما بيتفلتر عن طريق الكلى في عندي في البروكسيمال كونفيليتد تيوبيولز، في البروكسيمال كونفيليتد تيوبيول ترانسبورتر اسمه جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 او اس جي ال تي 2، ده بيابزورب تقريبا 90% من الجلوكوز المتفلتر في الكلى. وعندي فيه جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 1 بيمص برضو الجلوكوز من اليورين يرجعه تاني للدم بس قليل قوي، لكن ده 90% الاس جي ال تي 2 ده بقى. طيب جم فكروا قالوا طب انا ممكن اعمل دواء يعمل انهبيشن على الاس جي ال تي 2 ده بقى، يعني 90% من الجلوكوز اللي هيتفلتر مش هيمتص تاني. مش انت عايز تعمل هايبوجلايسيميا في الدم؟ طب انا هخليه يمر عن طريق الكلى واضحك عليه وما اسحبوش. وفعلا طلعوا المجموعه الجديده من الدواء اللي هي اس جي ال تي 2 انهبيتور، وعرفنا ليه 2 مش 1، لان 2 هو المسؤول عن 90 ل 95% من الجلوكوز ابزورش. ده نجلجلبل جدا. صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور، الممبرز بتاعتها الموجوده في السوق الكاناجلوفلوزن والامباجلوفلوزن. الميكانيزم اوف اكشن، جلوكوز از فريلي فلترد باي ذا رينال جلوميرولاي اند ري ابسوربد باي بروكسيمال تيوبيول باي ذا اكشن اوف صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2. صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 اكاونت فور 90% من الجلوكوز ري ابسوربشن، وبالتالي الانهبيشن هيعمل جلوكوزوريا تنزل في اليورين. اند لوور جلوكوز ليفل ان تايب 2 دايابيتس بيشنت. These drugs are taken oral alone or in combination with oral agent or insulin. لا يا عم ركز كده شوية. هي المجموعة دي أنا ممكن أستخدمها في تايب 1؟ حد يرد عليا. Excellent. أيوة ممكن. ممكن بس مع الأنسولين نيفر لوحدها. تايب 1 يعني أنسولين وأنت بغمض. بس ممكن أدي المجموعة دي؟ أيوة ممكن أدي المجموعة دي، لأنها بتقلل لي امتصاص الجلوكوز، ده هي بتساعدني في الأكشن. ولا علاقة لها يا عم لا ببنكرياس ولا بأنسولين ولا بأي أكشن في العالم. هي علاقتها كلها إنها تقلل امتصاص الجلوكوز، فبالتالي ممكن أستخدمها مع الأنسولين في تايب 1؟ أيوة ممكن. الأخير بقى في هذه المجموعة هو
الفا جلوكوزايديز انهبيتور. الفا جلوكوزايديز انهبيتور او الاكربوز والميجليتول دول اسم الدوائين. طيب احنا قلنا من الاذرز اللي هو الالفا جلوكوزايديز انهبيتور انهبيتورز لان هما اتنين الاكربوز والميجليتول دول الاسم بتاعهم اللي في السوق. المجموعه تتبع مجموعه الالفا جلوكوزايديز انهبيتورز والاسامي بتاع الادويه اللي فيها الاكربوز والميجليتول اهو الاكربوز والميجليتول. طيب بيشتغلوا ازاي؟ من اسمهم كده الفا جلوكوزايديز انهبيتورز وبالتالي هما انهبت الجلوكوزايديز او الالفا جلوكوزايديز انزيم. فين الالفا جلوكوزايديز انزيم؟ تعالى نبص على الرسمه دي. بص دي البراش بوردر بتاعه الانتستين، عارفينها البراش بوردر بتاعه الانتستين. خد رسمه مكبره اهو، حط لك الابيثيليال سيلز وادي البراش بوردر اهو. على البراش بوردر ده في انزيم اسمه الفا جلوكوزايديز، زايديز من اسمه كده جلوكوزايديز، يبقى بيكسر الستارش او الكومبلكس كارب الجزيئات الكبيره من الكارب، يكسرها ويحولها الى جلوكوز عشان يمتص. رسمه تانية توضيحيه اكتر اهي، خد مقطع من السمول انتستين اهو، ادي البراش بوردر الخلايا الابيثيليه ما عليها البراش بوردر، ودي الالفا جلوكوزايديز انزيم اهو، ادي الالفا جلوكوزايديز انزيم. الاكشن بتاعه الكومبلكس كارب، اي كارب بتاكله في الاكل النشويات كلها، يقوم مكسرها ويطلع منها وحدات الجلوكوز اللي بتمتص. الكومبلكس كارب ده ما بيمتصش، اللي بيمتص منه الجلوكوز. طب وبالتالي لو عملت انهيبيشن على الالفا جلوكوزايديز انزيم ده، يبقى مش اهو بص انهبيت، يبقى مش هيطلع لي الجلوكوز ده، يبقى هتفضل جزيئات الكارب كبيره لا تمتص. شوف بص الرسمه الثانيه اللي احنا كنا شغالين عليها برده اهي، يبقى جزيئات الكارب الكومبلكس دي هتبقى موجوده لا تمتص. طب تعالى شوف بقى في اليومن ده، اليومن بقى ايه اللي يحصل؟ جزيئات الكارب كبيره جدا موجوده، هتقوم تعمل ايه؟ هتعمل جي اي تي ديستربنس. عشان كده هنلاقي اهم ادفيرس افكت هتظهر للمجموعه دي هي جي اي تي ديستربنس، جاز، بلوتنج اند دايريا. العيان الجلوكوز بيتخمر موجود في الانتستين والبكتيريا عماله تشتغل عليه ويتخمر. طب تعالى نبص بقى على الميكانيزم اوف اكشن. ريفرسابل دي مهمه جدا، ريفرسابل عشان كده هو دواء ضعيف، عارف لو ايه ريفرسابل كان هيبقى دواء قوي. فهو ريفرسابل انهبيت الالفا جلوكوزايديز. الالفا جلوكوزايديز ده ايه؟ ده عباره عن انزيم موجود في الانتستينال براش بوردر ليدنج تو ديلي دايجيشن اند ابزوربشن اوف ستارش. ليه مش بلوك؟ لان هو ريفرسابل، فبالتالي هو هيقلل الدايجيشن. وعلى فكره عشان كمان ما بيمنعش 100%، ما فيش دواء في الدنيا يقدر يمنعني الحاجه 100%، فبالتالي هو ديلي الدايجيشن اند ابزوربشن اوف ستارش، وبالتالي هيقلل الابزوربشن اوف بوست ميل جلوكوز. طالما قلت هو مرتبط بالاكل طبعا، ما هو هيأثر على الالفا جلوكوزايديز اللي هيمنع تكسير الجلوكوز اللي انت الكربوهيدرات اللي انت واكلها، فبالتالي هو مينلي فور بوست برانديال هايبر جلايسيمي، مرتبط بالاكل تو ديكريز البوست برانديال هايبر جلايسيمي. خلي بالك ان احنا قلنا كذا واحد في البوست برانديال هايبر جلايسيمي وده مهم قوي. انلايك اذر اورال انتي دايبيتيك ايجنت ذيس دراج دازنت ستيميوليت الانسولين ريليز تماما ولا بيزود الانسولين اكشن، لا علاقه له بالانسولين. عارفين زي الاس جي ال تي 2 انهبيتور بتاع الرينال، لا علاقه له بالانسولين لا من بعيد ولا من قريب، لا ستيميوليت ريليز بتاعه ولا له علاقه بالاكشن. طيب ايه الميزه ان هتطلع لي ان هو مش ستيميوليت الانسولين ريليز؟ يبقى ملوش هايبوجلايسيميا، يبقى ملوش ويت جين، بل بالعكس بعض الناس فكرت في استخدامه في الويت لوس لكن طبعا ما نفعش. بيستخدم اهو في تايب 2 دايابيتس ايزر الون اور ان كومبينيشن وذ اي حاجه من التانيين، سواء كان انسولين سكريشن او انسولين سيستيزر، لكن مينلي فور بوست برانديال هايبر جلايسيميا. اهم ادفيرس افكت ايه واحنا مغمضين؟ ها برافو، نتيجه لتراكم الكربوهيدرات في اليومن بتاع الانتستين هتؤدي الى تخمرها، يديني فلاكتولنس، دايريا، ابدومينال بين، دايما عنده غازات في البطن، مش مرتاح، بطنه مكركبه زي ما بيقول. وهو ده اهم ادفيرس افكت ممكن اقابله في المجموعه دي. دول بقى اندر ترايلز اذر هايبوجلايسيميك دراجز في السوق لسه بيجربوهم، بس مهمين لان نزل من بعضهم ادويه فعلا موجوده بره مش هنا. ده موجود في مصر اللي هو البراميلينتيد اللي هو اميلين انالوج، بقصه الاميلين اللي قلناها في الماضي القريب اللي هو ديلي الجاستريك امتي والساتايتي والكلام ده كله، ده كاميلين انالوج. الثاني الكوليزيفيلام، كوليزيفيلام هيدروكلورايد. الكوليزيفيلام ده كوليسترول لورنج، ايوه هو مين لي كوليسترول لورنج. دوره هنا ايه بقى؟ دوره هنا عشان الريسبتور بتاعه غريب شويه اللي هو اف اكس ار ريسبتور، اف اكس ار ريسبتور ده نوع تاني من النيوكليار ريسبتور مين لي مسؤول عن الكوليسترول والجلوكوز والبايل اسيد ميتابوليزم ومي امبير الجلوكوز ابسوربشن. وبالتالي قال لك طب انا ممكن استخدمه زي النيوكليار ريسبتور اللي هم سيازولي دانديونز، فممكن استخدمه. اهم حاجه بس عايزك تعرفها هنا
اللي هو اسم الريسبتور اللي هو الاف اكس ار نيوكليار ريسبتورز، ماشي. والاخير اللي هو البروموكريبتين. البروموكريبتين ده دوبامين اجونست، خدناه في السي ان اس كتير، مش معروف الميكانيزم بتاعته ايه، بس وجدوا ان هي بتعمل تكريس في الجلوكوز ليفل في الدم. بقى دول النيور ايجنت البراميلنتيد والكوليزيفيلام والبروموكريبت. طيب نقول بس كده عن الجلوكاجون واستخداماته في الفارما. هو بيفرز من الالفا سيل في الايزلت اوف لانجرهانز. الريجوليشن اوف ريليز بتاعه الديكريز الجلوكوز، طبعا اي ديكريز في الجلوكوز او الفاتي اسيدز يقوم يطلع الجلوكاجون. البيتا 2 والماسكارينيك ريسبتور ممكن استيميليت الريليز بتاعه. الانسولين والسوماتوستاتين اكيد ديكريز. السوماتوستاتين ده اليونيفرسال انهبيتوري في الجسم كله، والانسولين طبعا عكس الايه الجلوكاجون، فزياده الانسولين هتقلل الجلوكاجون. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته مهمه جدا 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 جدا، عن طريق جي اس. هو الريسبتور بتاعته ممبرين ريسبتور موجود على السير ممبرين، اكتيفيت الادينايل سايكليز ليدنج تو انكريز السايكليك ام بي، مهمه قوي قوي قوي، زود السايكليك ام بي. ايه هي الاكشنز بتاعته بقى اللي احنا ممكن نستخدمها في الفارماكولوجي؟ عندنا ثلاثة. في الهايبوجلايسيميا اول اكشن له، قلناه على فكره قبل كده ان انا ممكن اديه سبكوتينيوس او انتراماسكولار في الهايبوجلايسيميا. لو الانترافينوس جلوكوز مش افيلبل ممكن اديه جلوكاجون. ليه بقى؟ عشان هو كاونتر للانسولين، بيستيميوليت الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس في الليفر، وبالتالي هيزود البلاد جلوكوز ليفل، يبقى ممكن استخدمه في الهايبوجلايسيميا. الاستخدام الثاني استيميليشن للهارت. ازاي بقى بيعمل استيميليشن للهارت؟ عن طريق زياده السايكليك اي ام بي، يبقى بوزيتيف انوتروبيك وبوزيتيف كورونوتروبيك، سو ات كان بي يوزد في الهارت فيلير في حاله يبقى الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعه الجلوكاجون ممكن استخدمها في الهايبوجلايسيميك كوما لو الجلوكوز مش افيلبل عندي. ليه؟ احنا لسه كنا بنقول وحافظين ان الجلوكاجون ده كاونتر اكت الانسولين. الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا وده بيعمل هايبرجلايسيميا، ده بيزود الريليز اوف جلوكوز من الليفر، هيزود الجلايكوجينوليسيس تكسير الجلايكوجين والجلوكونيوجينيسيس تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه. رقم 2 مستخدم في بوزيتيف انوتروبيك على الهارت اند بوزيتيف كرونوتروبيك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه انا مش لسه قايله لك حالا، اللي هو بيزود السايكليك اي ام بي عن طريق الجي اس ريسبتور والادينايل سايكليز، وبالتالي ممكن استخدمه في البيتا بلوكر توكسيستي. لو العيان خد دوز كبيره من البيتا بلوكر وعملت له هارت فيلير بيتا بلوكر توكسيستي، انا اقدر استخدمه فيها، لان البيتا ريسبتور بتزود السايكليك اي ام بي، وبالتالي البيتا بلوكر هتمنع زياده السايكليك اي ام بي. هو بقى هنا هيزود السايكليك اي ام بي بحته ثانيه خالص، مش دعوه بالبيتا بلوكر، فهيزود السايكليك اي ام بي جوه الخلايا، يقوم يعمل بوزيتيف انوتروبيك اند كرونوتروبيك افكت. الاستخدام الاخير له انه سموث ماسل ريلاكسانت، وبالتالي ممكن استخدمه في الراديولوجيكال اكزامينيشن. لما اجي اعمل راديولوجي للانتستين او اي سموث ماسل ممكن استخدمه كسموث ماسل ريلاكسانت. دي الريفرنس اللي احنا استخدمناها. اتمنى ان المحاضرة بتاعت الدايبيتس تكون وصلت لنا ونكون استوعبناها كلنا، واحنا تحت امركم في اي وقت وفي اي سؤال في الدايبيتس في القسم، وكلنا مش هنتأخر عنكم في اي حاجة. اللهم اجعله علم نافع لينا وليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.